مرحبا بكم. في هذه الحلقة ستشاهدون ما يمكن أن تخفيه القنوات المائية التي لم يتم تفقدها منذ عقود. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ تحول الأنبوب إلى مدفع قوي، واثقون أن العامل يستمتع بما يحدث عند رفع ذلك الغطاء. هذا المشهد يؤكد أن قنوات نظام الصرف في هذا المنزل لم يتم تنظيفها منذ عدة عقود. قناة صرف المياه بجانب هذا الطريق بحاجة للتنظيف، وقد تمت الاستعانة بهذه الآلة لتنفيذ المهمة. قد يستمتع البعض بالصوت الصادر أثناء عملية تنظيف هذا الأنبوب. كل تلك الدراجات الهوائية تم العثور عليها داخل هذا المجرى المائي في أمستردام. هذا الأنبوب لم يتم تنظيفه منذ أن تم تثبيته هنا. لم تترك تلك الأداة أي شيء داخل هذا الأنبوب.
جزيرة بالي وجهة سياحية مثالية، لكن ذلك لا يعني أن المنطقة سليمة من التلوث. هنا نشاهد كيف جمع متطوعون حوالي 150 كيلوغرام من النفايات البلاستيكية التي لوثت أحد الأنهار في الجزيرة، والآن سيتم توجيه تلك النفايات لإعادة التدوير. غمرت المياه موقف السيارات الذي ترونه الآن، لكن هذا الرجل يجيد التعامل مع الوضع. قطعت حيوانات القندس مجرى النهر تماما بهذا السد الضخم الذي قامت ببنائه، لكن حاجة سكان المنطقة لتدفق الماء دفعتهم لتدمير جزء من السد. هذا المشهد يؤكد لنا أن قنوات الصرف جزء مهم من البنية التحتية لأي مدينة. تم تصميم هذه الآلة خصيصاً لتنظيف مجرى الماء من الشوائب ذات الحجم الكبير. والمثير للاهتمام هو أن الآلة ليست من صنع إحدى الشركات الكبرى، بل إنها من صنع أحد السكان المحليين بإمكانيات بسيطة. مهمة هذه السفينة هي تخليص البحيرات والأنهار من النفايات البلاستيكية، وهي تؤدي مهمتها بفعالية.
هذا القصر الإنجليزي القديم يذكرنا بشخصية دراكولا وقصره الخشبي، لكن جعل القصر صالح للحياة مرة أخرى يتطلب عملية تنظيف شاملة من الداخل ومن الخارج. هذه الأداة مفيدة في عملية التنظيف. ستجف المنطقة قريبا بعد رفع ذلك الغطاء. عملية تنظيف قنوات التهوية في المنزل مهمة جدا. تخيل أن كل الهواء الذي تتنفسه داخل المنزل يمر عبر هذه الأوساخ ويحمل معه الكثير من الأجسام الدقيقة، كما أن هذه الأوساخ المتراكمة تجعل انتشار الحريق سريعا في حالة نشوبه. قام أشخاص محترفون بتنظيف هذا المسبح والنتيجة مذهلة. تنظيف هذا المسبح سيكون أصعب بكثير، لكنه ليس مستحيلا. ضغط المياه أزال تلك الأوساخ بسهولة.
هذا كل ما لدينا لليوم، نراكم في حلقة أخرى. لا تنسوا دعم المقطع بزر لايك. دمتم في أمان الله. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم؟ فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟